صوفيا مارتينيز بتتحدث إلى ميسي وبتقول له: أريد أن أخبرك أن ما هو قادم هو نهائي كأس العالم، وعلى الرغم من أننا جميعا نريد الفوز بالكأس، لكن بعيدا عن النتيجة فهناك شيء لن يسلب منك، وهو تأثيرك على كل الأرجنتينيين. هذه حقيقة يجب قولها، لا يوجد طفل ليس لديه قميصك سواء الأصلي أو التقليد. لقد ميزت حياة الجميع في الأرجنتين، وهذا بالنسبة لي أعظم من أي كأس عالم، ولن يأخذه أحد منك. شكرا لك على كل هذه اللحظات الرائعة من السعادة التي جعلت الناس يعيشونها. أتمنى أن تحمل ذلك في قلبك، لأنني أعتقد أن ذلك أكثر أهمية من كأس العالم، وأنت تملك ذلك بالفعل. شكرا لك ليونيل ميسي. مراسلة بتطلع كلام من قلب بشعور أرجنتيني بحت، ده كان تأكيد على اللي جاليليو كان بيتكلم فيه. ده الجزء الأول. الجزء الثاني: ليه ميسي في 2022 أنت ترى أنه ده أحسن سنة لي، أحسن حاجة لي مع الأرجنتين؟ عشان اللي انت لسه عارضه دلوقتي ده، الضغوطات اترفعت من عليه. ميسي، انت عارف عادل امام في الحريف اللي بيلعب اخر ماتش لي، وعارف ان دي مشهد الختام، لاست دانس زي ما كله بيقول. ميسي في كؤوس العالم اللي فاتت كان بيطارد بالضغط ده، هات لنا زي مارادونا، اعمل لنا زي مارادونا. لما يلاقي تياجو يقول له انا احنا حاسس ان احنا مكروهين هنا، انا مش حاسس ان انت لسه ايقونه، او ان انت لا احنا مكروهين. انا دايما بيطارد اسم ميسي باسم مارادونا. ميسي من بعد كوبا امريكا السنة اللي فاتت الضغوط دي نزلت من عليه نسبة 70%، ودي نقطة مهمة جدا. أضف إلى ذلك بلا شك دور سكالوني وجهازه. ميسي وكأن ربنا بعت له مجموعة من لعيبة 2006 اللي هو كان وقتها لعيب صغير معاهم، تكلم على سكالوني، والتر سامويل، بابلو أيمار، الجهاز دوت اللي قدر وكأنه المهمة اللي فشلوا فيها كلعيبة مع بداية ميسي يحققوها كمدربين مع ختام ميسي. الجهاز دوت ليه دور كبير جدا، لدرجة ان رودريجو دي بول لما يطلع يقول ان احنا واثقين في سكالوني، انه لو قال لنا والشمس طالعة طابت ليلتكم هنخش ننام، احنا واثقين فيه ثقة عمياء. دي نقطة حصرت في 10 سنين من العبث مع باوزا، مع سان باولي، مع مارادونا، ده كان مجموعة من العبث. عشان كده كان دايما مقولة ان ميسي ومعاه العشر خشبات، ودي جزئية مهمة. ما عادوش 10 خشبات؟ ما عادوا 10 مقاتلين، ودي نقطة مهمة قوي. ده تصريح دي بول اللي بقول لك عليه، ان مدى الثقة اللي بتحلى بيها العناصر دي. كأس العالم دوت لما كاكا يقول لك انا مش مصدق ان الارجنتين توصل فاينل كأس العالم، انا شايف ان ميسي الصراحة تأثيره اعظم من تأثير اي فريق.